حكينا قبل واستعرضنا طبعا السيل جيومتريك فورم، وقلنا كل سيل بده يكون في عندها فريكونسيز، بده يكون في عندها شانلز at least one for transmitting and another for receiving. وقلنا كمان طبعا بيكون في عندي انا جروب اوف سيلز لازم يكونوا كلياتهم موجودين حد بعض، ولازم انا اهتم كتير بفكره انه ما يصير في عندي انترفيرنسز بشكل اني اضمن لكل يوزر في عنده جريد اوف سيرفيس اساسيه. مشان هيك نحن بدنا نشوف هيدي الفريكونسي اللي انا عم بستعملها بسيل وحده ايمتى بحق لي استعملها مره ثانيه. حنستعرض الكونسبت اوف فريكونسي ريوز. بالفريكونسي ريوز نحن شو بنقول؟ بنقول كل بيس ستيشن عندها جروب اوف راديو شانلز، مش بالضروره تنتين يمكن اكثر، ات ديبيندز حسب الامبلمنتر وحسب الديزاين يلي معمول، ولكن بنعرف انه هيدي السيل هي موجوده عندي بقلب وان سنجل جيوغرافيكال اريا، هون في عندي جروب اوف سيلز. فاذا بهيدي الحاله بدي انتبه انه النيبرينج سيلز اللي هن جيراني عندهم another group of channels ما عم بيقدروا يستعملوا او مش حيستعملوا، ممنوع يستعملوا نفس الفريكونسيز اللي انا عم بستعملهم بقلب هيدي السيل. فاذا نحن بدنا نعمل كونسبت، بدنا نعمل شيء اساس بنسميه فريكونسي بلانينج، ايمتى بحق لنا نعمل فريكونسي ريوز، يعني الفريكونسي اللي استعملتها هون ايمتى بحق لي استعملها بمنطقه ثانيه. حنيجي نقول كل سيل من هدول السيلز عندها its own frequency، يعني عندي الـ A عندها frequency different عن الـ G، different عن الـ B، different عن الـ C، different عن الـ D and so on. فبيكونوا كليتهم هدول الـ group of cells جنب بعض. A عندها كل هدول الـ neighbors. إذا بدي أجي استعملها للـ A مرة تانية، فإذا بحاجة أني أنا انتبه أنه بدي يكون في عندي a sufficient distance between A and A أو between B and B. يعني إذا بتطلع على البي أنا هون والبي رجعت استعملتها مرة تانية هون، فإذا بده يكون في distance معمل لها calculation، هيدي distance أنا بسميها the reuse distance. كيف أنا بطلع الـ reuse distance؟ طبعا حنحكي عن هيدا الموضوع بس نحكي عن التوبيك اللي هو الانترفيرنسز. في شغلة أساسية كمان أنا لازم انتبه لها يلي هي موضوع الكلاستر. شو معناتها كلاستر؟ الكلاستر هو a group of cells in which all available frequencies have been used once and only once. يعني أنا في عندي هون كلاستر بيتألف من 7 cells، هيدول السبعة cells كل وحدة منهم عندها different channels عن الباقيين. فإذا بدي أجي أقول أنا هون عندي A B C D E F G بدي أرجع أستعملهم مرة تانية، بدي أنا أعمل calculation لل reuse distance between A and A أو B and B أو G and G بشكل أني أنا هيدي بتكون عندي cluster. يعني أنا بيكون في عندي service provider معين عنده سبكتروم معين خلصوا كلياته بده يرجع يستعمله مره ثانيه، ما بيشتري واحد ثاني لانه كتير غالي، فاذا حيروح يستعمله مره ثانيه. ايمتى بيستعمله مره ثانيه؟ بعد ما يحسب الريوز ديستنس تيقدر يطلع الكلاستر. اول كلاستر خلصوا كل الفريكونسيز بيطلع على الكلاستر مره ثانيه بكرروا هون اند مره ثانيه اند سو اون. كيف بقدر اعمل ديزاين للكلاستر؟ ديزايننج الكلاستر منو بينعمل بطريقه عشوائيه، لازم يكون دائما تسليتنج، يعني مثل كانه عندي بي هايف، يعني عندي فسيفساء او شيء بيشبه خليه النحل. فاذا بدي استند على فورمولا محدده بتقول n equal i square plus ig plus او بالاحرى plus ij plus j to the power 2. يعني عندي انا هون i و j هن positive integers. فإذا هيدي الطريقة تقدر أعمل أنا ديزايننج بشكل إنها تكون تسليتنج. فإذا بعطي different values للآي، ممكن الآي is equal to 1 والجي equal to 1، بهيدي الحالة بيكون عندي الـ n equal to 3، يعني حيكون عندي 3 cells. في حال كان عندي أنا مثلا الآي equal to 1 والجي equal to 2، فإذا حيكون equal to 7، فإذا حيطلع عندي أنا عبارة عن cell أو عبارة عن cluster بيتألف من 7 cells. حناخد كذا example. Example الأول إذا كان في عندي i equal to 1 والj equal to 1، فإذا n حيكون equal to 3، حيطلع عندي الشكل هيك، هيدا أول كلاستر، هيدا تاني كلاستر، هيدا تالت كلاستر، كل كلاستر بقلبه 3 cells. في حال n is equal to 4 يعني عندي i equal to 2 والj equal to 0، فإذا حيكون في عندي أنا هون بهيدا الشكل 1 2 3 4 1 2 3 4، معمل لهم ديزاين بهيدي الطريقة. أكيد فيني أعمل لهم روتيشن ما في أي مشكلة، it depends على الإمبلمنتر. فمشان هيك نحن لازم نعرف الـ reuse distance، يعني هيدي الفريكونسي اللي رقم 2 رجعت استعملتها أنا هون مرة تانية، شو الـ distance اللي أنا بدي اعتمد عليها وكيف بعرف أنا شو هي الـ cell اللي أنا بقدر كرر عليها؟ حنجي نحن نطلع على الجراف اللي موجود أنا عندي هون. حاجي أقول أنا I need to find the nearest co-channel in order to determine the reuse distance. إذا جينا قلنا I equal to 2 J equal to 1، يعني أنا بوقف بالسنتري اللي موجود عندي هون 4، بدي انا ارجع اعمل perpendicular على الادجي اللي موجود عندي هون، هيدا البوردر بعمل perpendicular عليه، بعد سلو 2 اللي هي i،
بعدين برجع بروح على اليمين، يعني بعمل روتيشن انا بقيمه 120 درجه. ديبندز انا كيف الاورينتيشن موجوده عندي، طبعا ممكن تكون 60 او 120 بحسب كيف، حنشوف بعد شوي. بعدين برجع بمشي انا 1 سيل اللي هي جي، فاذا مشيت 2 سيلز ب 1 سيل هون بعرف انه بدها تبلش عندي الفور. كذلك الامر اذا بدي اخذها لل 6 بطلع انا عندي وحده تنتين، بعدين بمشي هون موجوده عندي ال 6 بهيدي الطريقه. كذلك الامر انا بدي احط هيدي السل اللي موجوده عندي هون او الكلاستر اللي موجوده عندي هون كلياتها، وشوف تكرار الكلاسترز كيف حيكون عندي على الشكل التالي، حيتموا عندي كلهم بنفس الطريقه. فاذا عم بطلع السل 2 وحده، حارجع هون سل 2 وحده، والانجل هون دائما عم بتكون 120 دقري. ولكن بدي انتبه انا وعم بعمل ديزاين بحسب البوكس، بحسب الانجينير اللي عم يشتغل، شو هي الروتيشن اللي انا عم بعتمدها. اذا كان انا عندي البوردر موجود من فوق على التوب، فاذا بدي اعتمد انا اني امشي وحده تنتين بعدين برجع بمشي 60 دقري كاونتر كلوك وايز تقدر اطلع انا لوين على السلي اللي بدي اعمل لها ريوز. اما اذا كنت انا عندي هون المنطقه المروسه شوي لفوق، فاذا بدي امشي وحده تنتين من الادج اللي موجودين عندي هون، بعدين بدي اطلع هون اعمل روتيشن 120 درجه من تحت لانه 60 صارت من فوق، حتى اقدر امشي انا وان ستيب. على النظر اوتوماتيكلي للامبلمنتر ببينه، لانه نحن طبعا عم نستعمل ذا بيرفكت هيكزاجون شيب. هلا طبعا بدي ارجع بعدين احكي بالفيديو القادم عن السيل كاباسيتي، تنشوف نحن كل سيل قديش بنقدر نعطيها عدد تشانلز وكيف نقدر منطلع الكاباسيتي اوف ذا سيل اور ذا كلاستر.